عسياساس بعد تأكد مغادرته للفريق إلى نادي ميتز الفرنسي. فخر الدين هو ضيفنا اليوم، مرحبا بك فخر الدين. أهلا، مرحبا بك خويا عبدو، مرحبا بكل المستمعين مدعي كفنا. كنت في فرنسا، كملت كل الإجراءات مع ميتز، أحكي لنا كيفاش كانت الرحلة. والله الحقيقة تحولت كما يعرفوا الناس كل نهار الأحد، يعني نهار بركة، وقمت بالفحوصات الكل وكيف كيف، يعني كملت مع وكيل أعمالي تفاوضت على الكونترا نتاعي والعقد، وإن شاء الله بعد الماتش هذا اللي هو باش يكون الآخر مع السياسات، إن شاء الله واحد يتحول فرنسا غادي وين يصح العقد، ومن بعد يدخل مع المنتخب في طرابلس ويكون حاضر 100% ان شاء الله. يعني مازال ما كملتوش يعني كل الاجراءات مع اف سي ميتس؟ يعني بيان سور، مازال كما قلت لك، مازال يعني بعد ماتش تنزيه ان شاء الله واحد، يعني كل شيء نورمال مو حاضر، مازال كان تصحيح العقود ان شاء الله، وكان ان شاء الله واحد يعمل كل ما عنده ان شاء الله. كيفاش لقيت الاجواء في ميتس وكيفاش حكاوا معك؟ والله بيان سور، يعني لقيت الأجواء باهية، يعني إيكيب بروفيسيونيل بالكدا، وعباد فرحانين بيا، ويعني لقيت الترحيب الكل، إن شاء الله واحد كان يمشي يشرف توانسة الكل، يشرف عائلته، يشرف نادي رياضي سباقتي، وإن شاء الله ناس يعني تشوفني متألق كما عودتهم إن شاء الله. فخر الدين، الاختيار على ميتس علاش بالذات؟ والله بو ما كانش يعني عندي برشا حلول، صحيح يعني العباد تحكي على عروض وكل شيء، ما يعني كيما نقولوا الكونكري اللي في يديا هو نادي ميت، والنادي اللي اكثر واحد، النادي اللي امن بيا واللي تبعني مده 6 شهور واللي كان ديما ورايا بالتليفونات في كل مقابله، في كل يعني في كل حاجه بيا وفي كل حاجه خايبه في كل هزيمه كانوا يتبعوا فيا، وكانوا يعني لقيت ما منهم كان خير، لقيت منهم الترحيب، وان شاء الله واحد يعني يرجع لهم الثقه هذه ان شاء الله في الديره. نجم نقول الاختيار على ميتس فخر الدين اختيار رياضي، خاصه نعرفه ربما في قطر ولا في الخليج كنت نجم تمشي يعني في اي لحظه. صحيح، يعني كنت نجم نمشي باكثر فلوس وكونترا خير من الكونترا اللي في ميتس، ما يعني واحد عنده طموحات، يعني مش كل شيء فلوس في الكورة. بالنسبة لي أنا بيان سور هذا رأيي أنا، الفلوس تجي، واحد مازال 23 سنة، كما قلت لك عندي طموحات، عندي يعني عندي ناس اللي وقفت معايا، عندي ناس اللي أمنت بيا كما بابا، كما برشا عباد اللي وقفوا معايا، برشا عباد ما تحبنيش نمشي الخليج، كيف جمهور السياسات، يعني عباد تعرضني في الشارع قول لي مثال شخرج من السياسات، و المهم يمشي شرفنا في الأوروب وكل شيء، يعني هذا الكل خلاني نخمم وخلاني نطمح باش نمشي نلعب في الأوروب، وباش بعد إن شاء الله بعد عامين واحد يزيد يقدم بالية آخر، كل شيء يجيب الخدمة وكاو. قلت عامين، يعني مدة العقد عامين المنتظرة مع ميتس ولا شنو بالضبط؟ والله دي يعني مدة العقد 3.5 سنين، أما إن شاء الله واحد يعني يخدم على روحه ويوري إمكانياته وكل شيء، ان شاء الله ما فما حتى مشكلة باش بعد عامين يولي في محطة اخرى، يعني اخر وكيف كيف يبدل يعني المستوى مع اعلى وبلك شي بطولة اخرى ان شاء الله. نهاية التجربة مع سي اس اس لحد الجاي كيفاش تحبها تكون فخر الدين؟ والله بيان سور، يعني في سي اس اس عشت احلى يعني ايامات في الكورة، عشت تتروات اللي ما كنتش نعرفها اللي حسيتها مع سي اس اس، واللي عرفت شنو معناتها يعني جمعية كبيرة وشنو معناتها تيتر، يعني ما العباد ما تصورش قداش صعيب عليا يعني باش نخرج من النادي هذا اللي كيما نقولوا عرفت مع الكورة والناس عرفتني يعني من النادي هذا، ما ننساش الفضل، ما ننساش يعني الجمهور والناس الكل اللي وقفت معايا، صدقني حتى لتوا ندور في الشارع العباد يعني صحيح تحبني نخرج وكل شيء، اما كل الناس الكل يقولوا لي باش تخلي بلاصة كبيرة، نقول لهم انتم زاد باش تخليوا بلاصة كبيرة عندي، وهذاك اون فان كونت الكورة وهذاك المكتوب، هذاك اللي كاتب من عند ربي، إن شاء الله واحد يكون فرح العباد باللي يقدر، إن شاء الله واحد يكون وفق في المسيرة مع السياسات،
حتى الماكسيموم، وان شاء الله الناس تقعد تتفكر بخير. صحيح جبنا برشا تيتروات كما ضاعوا علينا تيتروات، وان شاء الله التيتر الاغلى اللي ضاع علينا ان شاء الله حتى واحد ما يبداش مع السياسات. كي نشوف نهار اخر السياسات هزتوا الشامبيونز ليغ، ما تصورش قداش نكون فرحان، ما تصوروش يعني قداش الفرحه نتاعي كي نشوف فرحه في وجوه العباد ان شاء الله. على ذكر التيتروات، احلى تيتر هزيته مع سي اس اس؟ والله بيان سور احلى تيتر يعني هو الكاف، وحتى البطوله زاد يعني فرحنا بها برشا، وجات يعني حلوه برشا سيرتو بالبلاي اوف وبالماتشات الشوك هذوكم، يعني 6 ماتشات شوك مع انديه كبيره فرحنا بها بالكدا زاد. المباراه اللي ما تنساهاش مع سي اس اس؟ والله برشا مباريات ما ننساهمش مع تيزيز بيان سور، باش نقول لك 12 مباريات اللي هزينا فيهم تتروات، ماتش الكلوب افريكان في الدفق هزينا به بطوله، وماتش مازيمبي. المقابله اللي تحب تنساها مع سي اس اس، يعني مقابله خايبه خلينا نقولوا؟ والله بون المقابله عملنا يعني برشا مقابلات يعني ما كناش فيهم في المستوى، يعني انا من طبع يعني نهار اللي نربحوا قدمنا اداء باهي، نهار اللي نخسروا يعني قدمنا اداء خايب، وما عنديش مشكل. والخساره داخله في الاكسبيريونس، وداخله في حياه الجمهور وفي حياه الاكيب، والاكيب الكبيره والاكيب الباهيه هي اللي تتعلم من الخساره وتجعل هذيك يعني نقطه نتاع قوه في المستقبل، وما ما نخجل من حتى خساره. كيف نقول جمهور سياسات ما نخجلوا من حتى خساره، راهو الخساره وارده، المهم تقعد ليكيب هي فوق الاعتبار. نذكركم اللي معنا فخر الدين بن يوسف في ذيف اكسبريس في فورم سبور على موزاييكا فام، ونحكيه ما زلنا على الحاجات الباهيه. احسن هدف ماركيته مع سي اس اس فخر الدين؟ والله احسن هدف عندي برشا اهداف يعني باش نقعد نتفكرهم وجامي ننساهم. عندي بونتو مازيمبي، عندي البونتو اللي في القاره يعني راهم الخساره، عجبني البونتو اللي سجلته، والهدف اللي سجلته كيف كونتر الكلوب افريكا يعني العاد في التخيل زاد قلتو باهي وباش نقعد نتفكر. جمهور السي اس اس كي توجه له ميساج مباشر شنو تحب تقول له اليوم؟ والله كيما قلت لك نحب نقول له لي صحيح يعني صعيب على الناس الكل اني انا باش نخرج من السي اس اس، يعني باش نقول لهم انا بيدي راني صعيب عليا باش نخرج من السي اس اس، ما هذه هي سنه الحياه وهذه هي الفوتبول. نحب نقول لهم نحب نشكرهم برشا اللي وقفوا معايا الكل، واللي حبوني واللي وقفوا معايا كيما قلت لك، ونحب زاد يعني نقدم تحية لكل واحد حب يتصور مع فخري ولا حب يسلم على فخري ولا حب اي حاجة يوصل ميساج لفخري وما نجمش، كيف نسلم عليهم ونقول لهم ان شاء الله سي اس اس ديما بخير، وباش نقعد نتبعها وباش نقعد نسال على اصحابي كيف زاد اللي تناو معايا واللي عندهم فضل كبير عليا، اللي كان مش هما راني لا جاني عرض من ماس لا جاني عرض من غيره، يعني اصحابي هما اللي كيف كما قلت لك عاونوني ووصلوني المستوى هذا. نقول لهم راني نقعد ديما نتبعكم، وان شاء الله نراكم يعني متالقين، وان شاء الله نراكم تعملوا ديما دي ريزولتا باهيين، وبيان سور العلاقه مش في تقطع معاهم سواء بالتليفون سواء باي حاجه، هذوكم صحابي جروب عشت معاه وعرفت معاه برشا تيتروات وعرفت معاه برشا فرحه، وحتى في الاوقات الصعيبه كنا سوليدير مع بعضنا وكالخوات، يعني حاجات ما تنساش، وان شاء الله نراهم من حسن الى احسن ان شاء الله. فخر الدين نحلوا الملف الاخير وهو ملف المنتخب الوطني التونسي، ترى انه في اتمام اجراءات انتقالك ان شاء الله لاف سي ماتز احسن 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 اختيار حتى تكون جاهز ومركز وحاضر ذهنيا للكان؟ والله صحيح بيان سور، يعني من فتره توا مازال من الوقت هذا مازال يمكن اكثر من شهر ماركاتو في اوروبا، كنت نجم نقعد ايزيتي، كنت نجم يعني نستنى فماشي عرض اخر ينجم يوصل بين اللحظه والاخرى، يعني انا خيرت اني نكمل الاجراءات الكل، نقتنع باللي اعطاني ربي، يعني نادي باهي وصلت باش نلعب فيه وكل شيء، ان شاء الله نقدم الاضافه، وحبيت كما قلت لك نكمل الاجراءات هذيا الكل باش واحد يمشي للمنتخب يكون حاضر 100%، يكون تركيزه منصب الكل على المنتخب،
باش ينجم واحد يعمل مقابلات باهية إن شاء الله. تلعب مقابلات باهية لتونس، تلعب مقابلات باهية زادة تدخل بها قبل ما تدخل لجمهور ميتز وللبطولة الفرنسية زادة. بيان سور، انا يعني واحد من الناس كما يعرفوني الناس الكل، ما نحسبش في التيران، ما نلعبش لروحي. ان شاء الله قبل كل شيء المنتخب نشوفه متالق، سواء لعبتين سواء ما لعبتش، في اي حاله من الحالات يعني الجمهور حط ثقه في المنتخب هذا. ان شاء الله ما نخيبوهوش ونعملوا مقابله باهيه، وان شاء الله من بعد فخر يتالق، فخري ما يتالقش ماهيش مشكله، لو بليز امبورتون هو المنتخب ان شاء الله. فخر الدين بن يوسف المهاجم الدولي للسياسات، ان شاء الله كل التوفيق. عايشك، ميرسي عليك عبدو، ربي يفضلك، ونشكرك يعني على الاتصال هذا. ان شاء الله كما قلت لك نشرفكم ونشرف تونس كامله ان شاء الله. فخر الدين بن يوسف استاذ طارق العلامي، اولا على مستوى الخطاب والمضمون بتاعه يظهر لي تعب محترم جدا. اي تفرحك تلقى الحقيقه لاعبي كره قدم يتكلموا بالمستوى هذايا، بالاسترسال هذايا، بالافكار المتزنه اللي فيها كوهيرونس واللي فيها زادة امتداد على المستوى الفكري. تفرح اكثر كي تلقى لاعب شي غادر جمعيته ويغادر بلاده ويغادر نادي صفاقس ويغادر تونس، ان شاء الله رحله موفقه ليه مع ميدز، لكن تلقاه انه يعترف بالجميل، يعترف بالجميل اولا وبالذات للجمهور اللي قرر وقف معايا وحبني أزرني. ونعتذر من كل واحد ما جاوبتوش، مهم ياسر ولا ما نجمش نتصور معاه، ميساج كبيره ياسر. ويعترف بالجميل اللاعبين اصحابه اللي هما وصلوه، يعني يعترف بالسيد لاكسيا اللي التالي قاعد يخدم مليح، والبيفو ديفونسيف، والمنور اللي مد له الكره، ويعترف بجميل هاي المديره. ان شاء الله يكون موفق في التجربه، وان شاء الله ننتظروا منه برشا المنتخب، وان شاء الله التونسيين الكل يكونوا متالقين بالشكل هذا. خالد، كيفاش شفت الشواء تاع فخر الدين انه يمشي لفرنسا وتحديدا الى فريق ميتس؟ قبل كل شيء نحب نهنيه فخر الدين بن يوسف بالعقد نتاعو الجديد على المستوى يعني الكروي. انا راه يعني اختيار موفق جدا، باش يطلع باليه ماهوش الوقت باش يمشي، بتاتر الشامبيونا اللي يكون فيها بتاتر ما يلقاش روحه، يمشي يحاول باش يطلع ايتاب عملها اليوم فريق ميتس. نتصور اللي فخر الدين بن يوسف شلقى فيه روحه، ينجم يلعب، ينجم يطور امكانياته، ينجم يراه الاحتراف على قاعده، ولاعب مهم ياسر للمنتخب نتاعنا، مهم باش يكون اون كومبيتيسيون الفتره الجايه. وجديد بالنسبه للمنتخب، كنا كملنا غينيا الاستوائيه اللي خاض نهايه الامم الافريقيه، كلمه مالي منافس لهنا لعبه مهم. الاهم اهم شيء هو المقابله واش تصير، تصير في الجابون، الناس كل تعرف لي قريبه غينيا الاستوائيه، نفس لي كونديسيون، دونك مقابله مهمه ياسر. شكرا خالد، تفاعل مع اللي بدينا به اليوم لمسه الوفاء مع الحرب.